اقراه الاول بعينك عشان لو ما عجبكش ما تردش عليه. حاضر. السؤال الثاني شوفوا. طبعا سؤال تافه استحاله اكون انا بس هرد عليه. مكتوب تاريخ معي اسماعيل كله في فيلمين ثلاثه وغير كده كان مجرد سنيد. هل ظلمت نفسك؟ طبعا تاريخي 20 ظلمت فيلم. ظلمت نفسك او اتظلمت؟ لا انا تاريخي 20 فيلم وانا النجم الوحيد في العالم على جميع نجوم السينما في الكون اللي عمل جميع تعقيدات النفس البشريه كما قال ذلك الاستاذ علي بدرخان كتب ليه؟ يؤرخ لمحيي اسماعيل انه النجم الوحيد في العالم الغير مسبوق الذي جسد جميع تعقيدات النفس البشريه التي لم تكن موجوده في السينما من قبل. في تعقيدات أكيد بشريه تافه وتافه وتافه. هل ظلمت نفسك؟ لا ما ظلمتش نفسي. طب وعلى الظلمت؟ فكرة ظلمت كتير بس هقول لك حاجه مهمه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اظلم الناس من ظلم نفسه. وانت ظلمت نفسك؟ لما بتظلم يبقى لازم اخد حقي. طب خدت حقك؟ خدت حقي في حاجات كتيره جدا. في ايه؟ زي ايه؟ زي مثلا في يوم من الايام قفلوا جميع مسارح الدوله. ومشوا حسين فهمي ومشوا عزت العلايلي كان بيعمل يا بكوان. اهلا يا بكوان. جالي كرم مطاوع رغم احترامي الشديد ليه وقال لي معلش النهارده هنقفل لازم نقفل المسرحيه وبكره ما الاقكش الساعه 8 بالدقيقه ولازم تقفل ولازم تقفل. قلت له ماشي بس انا مش هقفل. ازاي ترد عليا كده؟ تقول انا محيي اسماعيل انا نجم والناس بتحبني بكره هجيب لك الوزير. وجبت له الوزير الاستاذ فاروق حسني وفتح المسرحيه وعاقبه رغم حبي الشديد ليه. بس انت نجم صف تاني، انت نجم وممثل قدير. اولا ليا افلام باسمي، لما تشوف دموع الشيطان انا الشيطان انا البطل ومعايا فريد شوقي، لما تشوف مثلا الشياطين. بس احنا مش فاكرين لك يعني كل الافلام اللي انت عملتها عملتها مع حد، يعني في نجوم تانية بنفس القدر منك. يعني احنا بنشوف النجوم طول عمرنا انه النجم الاوحد هو البطل هو اللي واخد السيناريو من اول للاخر هو اللي اسمه على الافيش هو اللي بيبيع. طب ما في افلام كتيره ليا كده مثلا افيش اعدام طالب ثانوي خلاص. انا بطل ومعايا نجمين كبار نور الشريف ومحمود عبد العزيز. تسمي ده ايه؟ دور تاني ولا بطل اول؟ انا بسالك. انت اللي فاكر الحاجات دي يا محمد. إيه؟ انت اللي فاكر لكن الجمهور كون الجمهور ما يفتكرش. الجمهور يعلم كويس قوي قيمه محيي اسماعيل كفنان بس مش فاكر لك ادوار. هقول لك حاجه مهمه، يفتكر او ما يفتكرش هذا خطا الاعلام وخطأك أنت شخصيا. ليه؟ ما جبتكش تشتغل معايا. تسأليني أسئلة كده. أنا مش وانت عارفة من هو محيي اسماعيل وقيمته. طبعا أنا عارفة وقدمتك كده وقلت وعارفة كويس قوي أن أول فيلم عملته مع 11 نجم خدت الجايزة من روسيا ومن مصر الإخوة الأعداء. ما حدش كان يجرؤ يعمل الدور ده. ما تزعلش بدري عشان لسه قدامنا حاجات كتير. مش هزعل. نعم اللي بعده شوف السؤال التالي.